أعزائي طلاب وطالبات سنة تانية إعدادي مدارس الأزهر الشريف، معكم مستر وجدي نبيل على قناة دروس ببلاش. زي ما نزلت على القناة شرح وتدريبات الوحدة الأولى كاملة من كتاب الأضواء أو كتاب جيم، سواء كان ما يخص المدارس الحكومية أو الخاصة عربي أو الخاصة لغات، جه الفيديو الخاص بيكم يا أبطال. طبعا سلسلة جيم أو الأضواء بيكون فيها 3 كتب مختلفة. الكتاب الأولاني هو كتاب الشرح والتدريبات، وبعد كده عندنا الكتاب التاني اللي هو اسمه أنجانج أسسمنت بوكلت، وده بيكون كتيب خاص بالتقويم المستمر. خلي بالك الجزئية دي اللي هنشتغل منه كتاب النهاردة. وبعد كده الكتاب التالت اللي هو فاينل ريفيجن اند اكزامز بوكلت، وده بيكون الكتاب فيه نماذج مختلفة لامتحان آخر سنة من مدارس مختلفة من محافظات مختلفة. هحل معاكم النهاردة يا أبطال ما يخص يونت 1 كامينج هوم. خلي بالك وقبل نهاية الفيديو هقول لك شكل الامتحان آخر السنة بيكون ازاي، والامتحان من كام درجة، وتوزيع درجات كل سؤال. فياريت تتابع معانا الفيديو الآخر، وكل بطلبه منك هو اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يكون دعم كبير ليا إن شاء الله. عندنا هنا يونت 1 lessons 1 and 2 جزئية الأزهر follow up worksheet. عندنا السؤال الأولاني يا أبطال supply the missing parts in the following dialogue، بيكون عندك dialogue. خلي بالك الدايلوج ده بيكون ليه عنوان. عندنا العنوان هنا إيه؟ فاطمة is asking بتول about her daily routine. فاطمة بتسأل بتول عن الروتين اليوم بتاعها. خلي بالك the first exchange is given in full، المعطى الأول يعطى كاملا. خلي بالك هما 6 exchanges 6 تبادلات، ويكون عندك 3 جابس. 3 جابس يا ابطال اللي هو 3 فراغات. ال3 فراغات دول بيبقى مطلوب منك تبقى تكوين اجابات، بيبقى 2 تكوين اجابات وواحده تكوين سؤال، او العكس ممكن يكون تكوين سؤالين واجابه. طبعا اللي بطلبه منك انك تقرا المحادثه كامله بدون حل علشان تعرف مين بيكلم مين، بيتكلموا في ايه، الزمن اللي بيتكلموا فيه. وخلي بالك الجزئيه دي مهمه جدا، ما تجريش انت وتحل وتشوف السؤال وتجاوب على طول، لا، لان في بعض احيانا بيكون في جمل معينه بتكون سبب في تكوين اسئله معينه او اجابات معينه. مش عايزين نطول وندخل في الموضوع على طول. عندنا فاطمه از اسكينج بتول اباوت هير ديلي روتين. فاطمه بتسال بتول عن الروتين اليومي بتاعها. فاطمه بتقول لها هاي بتول هاو ار يو. خلي بالك هاو ار يو دي اجابتها سهله جدا. بتول بترد عليها هاي فاطمه، هترد الرد ده هنا، وبعد كده بتقول لها هاو اباوت يو. فاطمه بترجع بتتكلم بتقول اي ام فاين تو، وبعد كده نمبر 2. هيبقى هنا في تكوين سؤال. تكوين السؤال ده خلي بالك اجابته اي جيت اب ات 7 o'clock. وات اباوت يو؟ طالما هنا قالت اي جيت اب ات 7 o'clock يبقى هنا انا بستيقظ الساعه 7، يبقى اكيد سالتها انت بتستيقظي او بتصحي الساعه كام. خلي بالك يا ابطال دي سهله جدا. عندنا وات اباوت يو؟ طبعا فاطمه بتقول لها واو ذاتس ايرلي، طبعا ده بدري قوي. اي يوجوالي ويك اب ات 8 o'clock، انا بصحى الساعه 8. خلي بالك مبدئيا كده فاطمه ممكن يكون المدرسه بتاعتها قريبه. بتقول بتقول لها او اي سي هاو دو يو جو تو سكول، وبعد كده فاطمه ممكن ترد عليها بتقول لها مثلا اي جو تو سكول، ونشوف ازاي. طبعا نبدا نحل مع بعض هنا يا ابطال. فاطمه هاي بتول هاو ار يو، بتول بترد هاي فاطمه، هنا طبعا هتقول لها ايه اي ام فاين ثانكس اور اي ام فاين ثانك يو. هاو اباوت يو؟ فاطمه ترد اي ام فاين تو. هتسال السؤال اللي هو ايه وين اور وات تايم دو يو جيت اب. خلي بالك ليه انا سالت السؤال ده؟ اولا انا عايز اسال على التوقيت، فبستخدم الدبليو اتش كويستشن سواء كان وين اور وات تايم، الاثنين صح. وبسال السؤال في البريزنت سامبل بيكون السؤال الفعل المساعد، عندنا دو او داز، وبعد كده الفاعل يو لان هي كانت بتكلمها هي، وطبعا الانفينيتيف اللي هو ايه جيت اب. بتقول لها اي جيت اب ات 7 o'clock. وات اباوت يو؟ فاطمه واو ذاتس ايرلي، اي يوجوالي ويك اب ات 8 o'clock. بتقول او اي سي هاو دو يو جو تو سكول، مبدئيا كده فاطمه عشان هي صحيت الساعه 8 فغالبا المدرسه هتكون قريبه. اي جو تو سكول اون فوت اور اي ووك تو سكول. خلي بالك ممكن تقول اي جو تو سكول باي باص، ما فيش مشكله، بس مبدئيا عشان هي بتصحى الساعه 8 فغالبا ممكن هي تكون المدرسه قريبه. طبعا السؤال ده بيكون عليه 3 درجات اخر السنه حبايبي. عندنا نمبر 2 تشوز ذا كوريكت انسر فروم اي بي سي اور دي، عندنا 5 جمل عليهم 5 درجات. عندنا نمبر 1 ماي بيست فريند هاز ذا سيم سبيس از مي،
We both like reading. يعني صديقي المفضل عنده نفس الايه زينا كده، كلنا احنا الاثنين بنهتم بالقراءه. القراءه دي تعتبر interests، اهتمامات. عندي بلوجز يعني مدونات، عندي topics موضوعات، عندي interests اهتمامات، عندي subjects مثلا ممكن تنفع موضوعات او مواد دراسيه. طبعا هنا هختار interests اللي هي ايه، اهتمامات. Number two, last week I had a or an space with Dr. مجدي يعقوب. الأسبوع اللي فات كان عندي إيه مع الدكتور مجدي يعقوب. Subject, email, interview, poster. طبعا subject يعني مادة دراسية مش ينفع، email بريد إلكتروني، عندي interview يعني مقابلة إيه شخصية، طبعا عندي poster يعني ملصق. بعد كده number three, Nader met his uncle space his way home. دي جزئية في prepositions، خلي بالك مهمة جدا. نادر قابل عمه أو خاله في طريقه إلى المنزل. طبعا in, to, on or at، طبعا نستخدم on his way home. On his way home في طريقه إلى المنزل. بعد كده number four. Mona Space eats peppers. She doesn't like them at all. Peppers اللي هو الفلفل. خلي بالك هي بنقول لك إيه، طب هي often غالبا every كل always دائما never لا، بس هنا بيقول لك إيه، هنا منى ما بتحبش الفلفل خالص، يبقى she doesn't like، خلي بالك she doesn't like them at all، ما بتحبوش خالص، يبقى طبيعي منى never eats peppers. بعد كده number five، عادل doesn't space chess on Mondays. خلي بالك دي جملة منفية في present simple، منفية بعد doesn't or don't، يجي بعد الفعل في المصدر سيادة من غير زيادة. خلي بالك الفعل بدون أي إضافات هنا، يبقى عادل ما بيلعبش شطرنج كل يوم اتنين. عندي plays، play، playing، play. طبعا لما تمشي الانفينيتيف اللي هو الفعل في المصدر بدون اي اضافات، طبعا انا مش هاخد played لان فيها اي دي، مش هاخد playing عشان فيها اي ان جي، مش هاخد plays عشان فيها اس، يبقى بالتالي عادل doesn't a doesn't play، والسؤال ده بيكون عليه خمس درجات. خلي بالك عندنا السؤال الثالث يا ابطال، write a paragraph of about five sentences on your daily routine. خلي بالك السؤال ده بيكون مطلوب منك خمس درجات، خمس جمل، ويكون السؤال ده يا ابطال عليه ثلاث درجات اخر السنه. طبعا احنا على القناه في فيديوهات كتير تخص ازاي تحل الايه الباراجراف، وخلي بالك هسيب لك في نهايه الفيديو الشرح الفيديوهات الخاصه بالوحده الاولى كامله، وهي ثلاث فيديوهات مختلفه. عندي يور ديلي روتين، يور ديلي روتين اللي هو الروتين اليومي، ممكن تكتب ايه ببساطه جدا، انت تكتب، خلي بالك انا ممكن اكتب لك اكتر من خمس جمل، ممكن اكتب لك ست جمل، سبع جمل، وانت اختار سبع خمس جمل مناسبين ليك. عندنا طبعا بنسيب حاجة اسمها indent. indent هنا اللي المسافة او مكان صغير كده هو ما كتبش فيه، وتكتب جمل وبعد نهاية الجملة فلو ستوب، وبعد كده بداية الجملة تبدأ بكابيتال لتر، ولازم تكتب جرامر سليم وتكتب تختار كلمات كويسة، لان كل ده في مضمونه ثلاث درجات. عندنا your daily routine جايز لك جمل مختلفة، هنا ممكن تاخدهم بالترتيب كمان. I always get up at 6:30 in the morning، جملة جميلة مكتوبة باللون الاسود، وبعدين بتحط في الستوب وبعدين تبدأ جملة جديدة تانية. My mom always makes me breakfast، وخلي بالك ممكن ماما دايما بتعمل لي ايه الفطار، وممكن تكتب مكان الجملة دي I have breakfast in the morning or I have breakfast، بس مفيش مشكلة، انت ممكن يا بطل تكتب جمل احسن مني. I go to school by bus with my friends، انا اذهب الى المدرسة بواسطة الاتوبيس مع اصدقائي، جملة مختلفة جميلة، وبعدين فول ستوب وبعدين تكمل على طول، ما تكتبش جمل منفصلة وما ترقمهمش، لا اكتب ورا بعض الجمل. I study and play with my friends at school، انا بدرس وبلعب مع اصدقائي في المدرسة. I do my homework when I get home، انا بعمل الواجب بتاعي بعد ما اروح البيت، جملة سهلة جدا. I watch TV in the evening، انا بتفرج وشاهد التلفزيون بالليل. I go to bed at 10 in the evening، وممكن اكتب at 10 p.m. يعني جمل مختلفة، جمل بسيطة سهلة جدا تاخد عليها الثلاث درجات ايه كاملين يا ابطال. بعد كده عندنا يونت 1 ما يخص lessons 3 and 4، برضو ما زلنا الاذر فول اب ورك شيت. عندنا جزئية تشوز بيبقى خمس جمل وعليهم خمس درجات يا ابطال. عندنا choose the correct answer from A, B, C or D. Number one, space is the opposite of ugly. ايه الكلمة؟ كلمة opposite اللي هي antonym اللي هي العكس. كلمة dirty ايه كلمة عكس كلمة ugly يعني قبيح. عندي dirty قذر، attractive يعني جذاب، bad يعني سيء، عندي هنا terrible يعني very bad او سيء جدا.
طبعا عكس كلمة ugly اللي هي كلمة ايه؟ attractive. attractive يعني ايه؟ جذاب او ممتع او جميل. number two, how often do you space your cat لمياء؟ خلي بالك هنا السؤال في البريزنت سيمبل how often, واللي بعد كده الهيلبنج فيرب اللي هو do بعد كده فعل لازم يجي بعدها فعل في المصدر. طب يا مستر وجد كلهم افعال في المصدر, بس اشوف ما يناسب الجمله. how often do you space your cat؟ your cat هنا اهو عند play مش هتنفع طبعا. play your cat, know your cat, eat your cat يعني كم عدد المرات اللي بتاكلي فيها القطه بتاعتك. لا, how often do you feed؟ كلمه feed يعني يطعم او يغذي. خلي بالك feed غير eat. eat يعني ياكل او يتغذى, اما كلمه feed يطعم او يغذي. number three, the children have a lot of space near the railway line. الاطفال كان كان بيقضوا مغامرات كتير بالقرب من الخط السكه الحديد, وكانت دي جزئيه الريلوي ريلوي تشيلدرن. خلي بالك دي الجزئيه الخاصه بالشرح في الدرس الاساسي. عند بريزن, ادفنتشرز, بروفايلز, بيسكتس. طبعا هاف ا لوت, طبعا بريزن يعني سجن, ادفنتشرز هو الاجابه السليمه, وبعد كده بروفايلز الملفات الشخصيه, لا بيسكتس يعني بسكوت لا. نمبر 4, هي هاز ا سمول شوب, لديه عنده محل صغير. هي سبيس فود اند درينكس. خلي بالك طالما عنده محل صغير هو بيبيع الحاجات دي الاطعمه والمشروبات. عند السيل يعني يبيع, وهي سيل خلي بالك سيل يبيع بس بدون اس. خلي بالك انا اختار فيها اس عشان ايه؟ عشان الفعل هنا هي. عندي سولد فعل ماضي, عندي سيلز وهي الاجابه المطلوبه. انا خدت ليه سيلز يا مستر وجدي؟ لان الاس هنا دي علشان الفعل هنا ايه؟ هي. وبعد كده سيلينج طبعا دي جمله مش في البريزنت كونتينوس خالص. بعد كده نمبر 5, space you think that meat is okay to eat. هل انت تعتقد ان اللحوم او اللحمه حاجه كويسه ان احنا ناكلها؟ طبعا عندي ار دو هاف داز. مبدئيا مش هناخد داز, امشي بطريقه الاستبعاد يا بطل. يعني داز مش هناخد, مفيش حاجه اسمها داز يو, لكن في حاجه اسمها هاف يو, حاجه اسمها دو يو, حاجه اسمها ار يو. بس هنا في فاعل وهنا فعل في المصدر. طالما هنا فاعل وفعل في المصدر يبقى بتتعامل مع فيرب تو دو. مع فيرب ايه؟ فيرب تو دو. فيرب تو دو هنا اصلا مفيش غير حاجه واحده اللي هي دو. خلي بالك دو او داز او ديد, ما انت برضه تختار تشوف الفعل ايه. هنا طبعا عندي يو يبقى اختار ايه؟ دو. ليه ما اختارش ار؟ لان لو ار ار يو يجي بعدها يا اما حرف جر او صفه او فعل مضاف ان جي, او لو هاف هاف يو ويجي بعدها تصريف ثالث هنا. طبعا ده ما ينفعش. بعد كده نمبر 2 يا ابطال, بيجي لك برضه جزئيه كومبرهنشن, قطعه وعليها اسئله. قطعه وعليها ايه؟ اسئله. والسؤال ده يا ابطال بيكون عليه 5 درجات, 5 اسئله ب5 درجات. عندنا هنا read the following then answer the questions. My name is سهى كمال. اسمي سهى كمال. I'm 13 years old. عندي 13 سنة. I am in prep 2. أنا في سنة تانية إعدادي. I have got 3 brothers and 1 sister. عندي 3 إخوات أولاد وأخت واحدة. I am the youngest person in the family. أنا أصغر واحدة في العيلة. My father is a doctor in a big hospital. يعني والدي طبيب في مستشفى كبيرة. My mother is a science teacher at my school. يعني مامتي مدرسة علوم في المدرسة اللي أنا فيها. All students love her because she is kind and helpful. خلي بالك هنا يقول لك إيه؟ الطلبة كل الطلبة بيحبوها, بيحبوا مامتها يعني, علشان هي إيه؟ مدرسة لطيفة ومتعاونة. She helps me with my homework. خلي بالك طالما قال لك she ومكتوبه بالبولد واندرلايند لازم هيبقى فيها سؤال, يعني اكيد هيقول لك she دي تشير لايه؟ خلي بالك تشير لمين؟ خلي بالك مش تشير لسهى كمال. خلي بالك ترجع انت للجمله اللي قبلها, بيبقى باين من الجمله اللي قبلها او الجمله قبل اللي قبلها. خلي بالك. بعد كده عندي she helps me with my homework. In the evenings, كل يوم بالليل, we sit with each other and watch TV. بنقعد مع بعض ونتفرج على التلفزيون. Sometimes I go to my room and play computer games. بروح الأوضة بتاعتي بلعب ألعاب كمبيوتر. It's really fun. حاجة ممتعة. But my older brothers usually go to the cinema or to the club to play football or practice swimming. يعني لكن اخواتي الاولاد الكبار يعني عادة بيروحوا السينما او النادي وعشان يلعبوا كورة او يتدربوا سباحة. On holidays في الاجازات بقى we go to Alexandria. We go to Alexandria. خلي بالك عشان لما يقول لك بعد كده هو ممكن يروحوا فين في الاجازات, يعني لو سؤال جه يعني.
to swim in the sea and play on the beach ونلعب على الشاطئ. We visit the library too. بنزور المكتبة أيضا. We are a happy family. نحن أسرة سعيدة إن شاء الله تبقى سعيدة على طول. نيجي لحل الأسئلة يا أبطال. عندي هنا خمس أسئلة زي ما اتفقت معاك عليهم خمس درجات. Answer the following questions. أجب على الأسئلة. What, number one. What is the best title for this text? أنسب. ما هو أنسب عنوان لهذه الفقرة أو هذا النص؟ أنا أعتقد أنك أنت ممكن تقول سوهاز فاميلي روتين. سوهاز فاميلي روتين يبقى ده الروتين بتاع عيلة إيه؟ عيلة سوها. بعد كده عندنا نمبر 2. When does سوها go to Alexandria؟ إمتى سوها بتروح اسكندرية؟ خلي بالك هنا في الأسئلة في السطر قبل الأخير قالك إيه؟ On holidays we go to Alexandria. خلاص يبقى تكتب she goes to Alexandria on holidays. وممكن تكتب on holidays Soha goes to Alexandria. مفيش مشكلة خالص. Number three. What does the underlined pronoun she refer to? لما ترجع للجملة اللي قبل اللي قبلها خلي بالك لأن هي بيقولك إيه؟ My mother is a science teacher at my school. All students love her because she is kind and helpful. ويرجع تتكلم تقول she helps me. يبقى طبيعي she دي تشير إلى Soha's mother. وممكن تكتب إجابة كاملة تقولي the underlined pronoun she refers to Soha's mother. وممكن تكتب Soha's mother على طول. بعد كده B جزئية B choose the correct answer from A, B, C or D. Number 4. Soha's father works at a space. School, factory, hospital, hotel. خلي بالك دلوقتي هنا الـ لما السطر الثاني لما كان بيقول لك ايه كانت بتقول My father is a doctor in a big hospital. طالما in a big hospital يبقى هنا ايه الاختيار الصحيح هو ايه hospital. بعد كده number 5. Soha is the space person in the family. Biggest, older, oldest, youngest. طبعا احنا على حسب ما قرينا والكلام الجميل هنا عندنا ايه Soha is the youngest person in the family. نيجي نحل يا ابطال ما يخص unit 1 برضو عندنا lessons 5 and 6. عندنا listen and choose the correct answer from A, B, C or D. خلي بالك ده بيكون السؤال الأول في الامتحان. خلي بالك أنا بيقول لك إيه نص الاستماع في نهاية التدريب. خلي بالك بس هو في نهاية التدريب دلوقتي بس هو بيكون مع التيتشر الميل أو فيميل تيتشر المدرس أو المدرسة اللي بيجي يمتحنك كده بيبقى معاه التكست هو مش مكتوب قدامك هنا لأ وهو بيقول لك التكست once or twice وبناء على الجزء اللي انت استمعت ليه تحل يا بطل. عندنا سؤالين انا هقول لك التكست listening text وبعد كده نحل. I am from England. I get up at about 7:30 and then my mom makes breakfast for the family. Again, I am from England. I get up at about 7:30 and then my mom makes breakfast for the family. طبعا بناء على الجزء اللي استمعت ليه هنا what time do you get up 7, 7:45, 7:30, 7:15 بناء على الجزء اللي انت استمعت عليه طبعا 7A, 7:30. Number 2. Who makes breakfast for the family? مين اللي بيجهز الفطار للعيلة؟ عندي mother, father, sister, none. يعني فيش حد. طبعا عندنا هنا ايه mother. وعايز اقول لك يا بطل او يا ابطال السؤال ده بيكون عليه درجتين. طبعا السؤال ده مضمون جدا. Number 2. Choose the correct answer from A, B, C or D. Number 1. A chest of space is the place where I put my t-shirts, socks and other clothes. And lamps, mirrors, drawers or sofas. خلي بالك احنا خدنا سهلة جدا في الشرح في الفيديوهات السابقة. A chest of drawers اللي هو خزانة ذات أدراج. ده المكان اللي بنحط فيه القمصان التيشيرتس الفانيلات والشرابات والأذر كلوز والملابس الأخرى. طبعا عندي لامبس اللي هي الإضاءة أو الأباجور أو اللمبة. لامبس. لامبس البيت نطق خلي بالك هنا. عندي ميرز المرايات طبعا لا أو صوفاز لا كنبة. Number 2. There are 4 space on the sofa. في 4 إيه على الصفا. الصوفة دي الكنبة المريحة كده. عندي chairs, cushions, tables, windows. ايه اللي ممكن يكون 4 حاجات على الكنبة؟ طبعا عندي cushions اللي هي ايه مخدات او وسادات. Number 3. My teacher advised me to speak English to get better. يعني المدرس بتاعي نصحني ان انا ايه اكيد بتدرب على الانجليش كويس to get better عشان اتحسن. Practice, exercise, play or listen. طبعا عندي هنا practice يتدرب او يتمرن.
طبعا اكسرسايز تمرين او تدريب. عندي هنا play يلعب listen يستمع. بعد كده number four my brother doesn't space to school every day. يعني اخويا doesn't، خلي بالك طالما doesn't يجي بعدها فعل في المصدر يا مستر خلاص عرفنا بقى. doesn't دي جمله في البريزنت سمبل منفيه، doesn't يجي بعدها فعل في المصدر. طالما انا همشي بطريقه الاستبعاد زي ما انا قلت في فيديوهات الشرح قبل كده، doesn't cycling ما تنفعش يا مستر وجدي لان في اي ان جي، doesn't cycle ما ينفعش يا مستر وجدي لان في اي دي، doesn't cycles ما تنفعش عشان في اس، يبقى اكيد الحل الصحيح هي doesn't ايه، doesn't cycle. نمبر 5 هاو سبيس يو جو تو ورك. خلي بالك اي بيسال بي بس بي قال لك باي باص بواسطه الاتوبيس، يبقى اكيد كيف تذهب الى العمل، كيف تذهب الى العمل هنا هاو. طبعا هنا ما ينفعش هاو، وخلي بالك كله ده يو تمشي معاه، بس هنا دبليو اتش كويستشن وينضم معاها هاو. بعد كده لازم استخدم فيرب تو دو، فيرب تو دو لان ده سؤال في المضارع البسيط في البريزنت سامبل، يبقى هنا ما فيش غير هاو دو يو دو. خلي بالك هاو زي ما اتفقت هاو ار يو، خلي بالك هنا ما ينفعش الجزئيه دي لان هنا ممكن يبقى فيها فيرب بلس ان جي او صفه ايا كان، يبقى هنا السؤال في البريزنت ايه سامبل تنس. يجي بعد كده هنا يا ابطال السؤال الثالث ري اوردر ذا فالوينج جروبس اوف ووردز تو ميك كوركت سنتنسز. هنا بيقول لك اعد ترتيب المجموعات دي او الكلمات دي تحديدا علشان تكون جمل صحيحه. عندنا هنا جمل طبعا بيبقى جمل سهله بسيطه، ممكن يبقى 6 اور 7 ووردز، يعني ممكن 6 كلمات او 7 كلمات بالكتير. هنا بيبقى مطلوب منك تكوين جمل، وبيكون حاطط لك تحت الكلمه الاولى خط اندرلايند وبنفس الوقت بالبولد. مبدئيا الجمل حبايبي بيكون ايه، عندي حاجه لازم تكون عارفها، حاجه اسمها اس في او، اس في او سبجكت فيرب اوبجكت، الفاعل ثم الفعل ثم المفعول، واحيانا يكون في فاعل وفعل وباقي جمله مش لازم يكون مفعول، ممكن يكون فريزل سنتنس، يبقى ممكن يكون جمله فيها بريبوزيشن وفيها تكمله وهكذا. هنشوف مع بعض. عندي هنا under when do my is the bed. مبدئيا هبدا بماي، خلي بالك ان الفعل هنا لازم يكون اسم، خلي بالك هنا ايه اسم، يا اما bed يا اما window، فهو ايه طبعا كلمة under يعني تحت، window يعني شباك، وبيد يعني سرير، فطبيعي ايه هو اللي تحت ايه، يعني انا ينفع اقول my window is under the bed ولا my bed is under the window. my bed is under the window، عندي هنا الفاعل my bed، وبعد كده الفعل هنا اللي is، وبعد كده under the window باقي الكلام. بعد كده عندي number two a big my wardrobe her dresses mom in puts. خلي بالك مبدئيا كده هقول ماي، مش هقول ماي واردروب اور ماي هير دريسز، ماي ايه، ماي مام، ماي مام انا عاوز ادور على الفعل، يبقى ماي مام بوتس. طب ماما بتحط ايه، ماي مام بوتس هير دريسز ان ا بيج واردروب، يبقى دي ماي مام اللي هو السبجكت، وبعد كده بوتس اللي هو الفيرب، وبعد كده هير دريسز اللي هو الاوبجكت، وبعد كده باقي الايه الجمله ان اي بيج اي واردروب. خلي بالك الصفه تسبق الموصوف، ما تقولش ايه ان اي واردروب بيج، لا لازم الصفه تسبق الموصوف، وهيبقى في درس بعد كده وحده كامله عن ترتيب الصفات يا بطل. عندنا بعد كده نمبر 3 يو فيري تو ات اور اتس ميت نايس. بعد كده طبعا دي جمله سهله، اتس نايس تو ميت يو، اتس نايس تو ايه تو ميت يو. بعد كده عندنا نمبر 4 my are favorite math subjects and English. خلي بالك احيانا يكون بعض الجمل ليها ترتيبين، يعني هنا عايز تقول my هنا يجي بعدها اسم، وخلي بالك قد يسبق الاسم صفه، يعني انا عايز اقول هنا مواد مفضله، عايز اقول المواد المفضله بتاعتي الانجليش اند ماث، يبقى هنا my favorite subjects، خلي بالك الفيفورت قبل subjects، خلي بالك يبقى هنا my favorite subjects ده اللي هو السبجكت ولا الفعل، يعني الفاعل، وبعد كده ار الفعل. هنا ممكن تبدل، ممكن تقول my favorite subjects are English and math، وممكن تكتب my favorite subjects are math and English. طبعا math بالاس او من غير الاس، الام اي تي اتش ده امريكان والام اي تي اتش اي بريتش. بعد كده ده listening text اللي هو اللي احنا قلناه من شويه وحلينا عليه هذه الجزئيه. نكمل يا ابطال، عندي يونت 1 الازر ميني تيست. خلي بالك تيست كده لطيف ظريف كده، حوالي كام سؤال يا مستر وجدي، ده يعتبر عندنا يعني ثلاث اسئله مختلفه، ثلاث اسئله او عندي او لا خمس اسئله يا مستر وجدي، نحلهم كلهم ان شاء الله. عندي هنا سبلاي
the missing parts in the following dialogue. طبعا ديالوج زي ما اتفقنا، خلاص عرفنا يا ابطال عندنا 6 exchanges، عندنا 6 تبادلات 1 2 3 4 5 6. عندنا the first exchange is given in full، المعطى الاول كاملا، وبعد كده العنوان بيقول لك عمر is playing with his toy cars and Mazen wants to play with him. عمر بيلعب مع بالالعاب العربيه اللعبه يعني بتاعته، ومازن عايز يلعب معاه. ماشي يلا كده، يطلب مازن بيطلب يلعب مع عمر، اكيد مش هيرفض. مازن بيقول له هاي عمر وات ار يو بلاينج وذ. خلي بالك هنا انا عايز احل معاك ده على طول بقى، بناء خلاص انت عامل بوز للفيديو وحليت وانت منتظر اجابتي. هاي عمر وات ار يو بلاينج وذ. فهاي مازن بيرد عليه طبيعي، هنا ما هو بيقول لك عمر از بلاينج وذ هيز توي كارز، هنا هو الجزئيه دي هتساعدك في حل في الحل، فطبيعي هنا يقول له ام بلاينج وذ ماي كار تويز اور سوري وذ ماي توي كارز. هنا توي كارز، توي ايه؟ توي كارز، تمام كده. طيب ماشي ابطال، هنا مازن واو كان اي بلاي وذ ذم، طب انا ممكن العب بالالعاب بتاعتك دي؟ فغالبا عمر مش هيرفض عادي، ما فيش مشكله، ممكن يقول يس شور، يس اوف كورس، ما فيش ادنى مشكله الجزئيه دي. بعد كده وي كان بلاي توجذر، طبعا طالما قال وي كان بلاي توجذر هو ما منعش عمر، فمازن بيقول له اي لايك ذا ريد كار، انا عجباني العربيه اللي لونها احمر دي. هيساله سؤال، هو هيطلب منه طلب، هيقول له عمر اوف كورس مازن يو كان يوز ات، طالما قال يو كان يوز ات انت تقدر تستخدمها، فطبيعي هنا هيقول له كان اي يوز ات، كان اي يوز ات، هل استطيع. طبعا هنا كان اليس اور نو كويستشن، كان وبعد كده الفاعل وبعد كده المصدر وبعد كده باقي الكلام، الباقي الكلام اللي هو ات اللي هو تعود على الايه ذا ريد كار. ماشي ابطال، السؤال ده على 3 درجات. Number two, هنا choose the correct answer from A, B, C, or D. Number one, I have a or an space in my bedroom to put all my books on. View, meeting, bookshelf, interview. أنا عندي إيه في الأوضة النوم بتاعتي عشان أحط الكتب عليها؟ طبعا الكتب هنا عندي view يعني منظر، عندي meeting يعني اجتماع، عندي bookshelf اللي ورا في الكتب، والإجابة الصحيحة عند طبعا interview اللي هي إيه مقابلة شخصية، ما ينفعش. بعد كده number two يا أبطال. I live on the seventh floor of a space of flats. يعني أنا ساكن في الدور السابع. عايز أقول لك إيه؟ أنت عارف العمارة السكنية لما خدناها في أول كلمة تقريبا في lessons 1 and 2. Chest, block, lamp, class. طبعا عندي هنا block of flats. بعد كده number 3. My uncle bought a new house near the railway space. خلي بالك النقط دي بنقول عليها سبيس الفراغ، يعني عمي او خالي، جوز عمتي جوز خالتي اشترى بيت جديد قريب من خط السكه الحديد. عندي row line message or garden، طبعا الاجابه الصحيحه اللي هي ايه؟ اللي هي railway line. خلي بالك كلمه row هنا يعني ني او غير مطبوخ بشكل جيد، وعندي message يعني رساله، وعندي garden يعني حديقه. بعد كده نمبر 4 يا ابطال، سبيس ماي لايك فيدينج ذا كاتش ذا تشيكنز. هل ماي، خلي بالك هنا ماي تحب اطعام الفراخ، عندي هاز از داز واز. طبعا هنا كله ده ممكن يمشي مع از، بس هنا السؤال هنا سبيس، وعندي هنا سبجكت، وبعد كده عندي انفينيتيف. انفينيتيف يا بطل يعني تستخدم فيرب تو دو، استخدام فيرب تو دو هنا، طالما هنا سبيس وهنا سبجكت فاعل ثم فعل في المصدر، يبقى لازم نستخدم فيرب تو دو اللي هو هل. وفيرب تو دو يعني هل، هنا ما فيش غير اصلا داز، انا حتى ما فيش دو، يعني عندي ووز مش هينفع، عندي از، عندي هاز مش هينفع، يبقى داز ماي لايك فيدينج ذا تشيكنز. بعد كده نمبر 5، اي بيكلم بي فبيقول له هنا السؤال هنا سبيس دو يو ووك تو سكول، قال له because it's near. خلي بالك هنا لما بي بيرد بيقول له لانها قريبه، هو عايز يقول له ايه؟ لماذا تذهب الى ليه بتمشي المدرسه؟ ليه بتتمشى المدرسه؟ يبقى اكيد المدرسه قريبه، يبقى لماذا؟ لازم ال W H questions وينضم ليهم how، بتبقى لازم تكون عارفين معانيهم يا ابطال اللي هو باللغه العربيه. عندي when يعني متى للسؤال عن الوقت او الزمن، عندي why
اللي هي لماذا للسؤال على السبب وهي الإجابة المطلوبة، عندي هاو يعني كيف، وعندي وير يعني أين. خلي بالك كلمة بيكوز هنا دي بتسهل لك الحل جدا جدا جدا. نيجي أبطال عندنا السؤال الثالث هنا، read the following then answer the questions. خلي بالك دي تاني قطعة وتاني comprehension نحلها، أنا مش عاوزك تزهق من الفيديو، يا دوبك إحنا نص ساعة دلوقتي، يعني بالكتير قوي قول مثلا أقل من 40 دقيقة إن شاء الله. هنقرا القطعة كاملة ونحل. My name is Yara. اسمي يارا. I live with my mom, my dad and my big sister. أنا بعيش مع ماما وبابا وأختي الكبيرة. I don't have any brothers. ما عنديش أي أخوات أولاد. We live in Damietta or Damietta. بعيش في دمياط. My mom's name is Nadia. اسم ماما نادية. She is a teacher. هي مدرسة. She is short and slim. هي قصيرة ويعني قليلة وزنها قليل كده. ممشوقة. She has got apostrophe اسم اختصار has. خلي بالك عشان got. She has got long brown hair and brown eyes. يعني شعر يعني long brown hair يعني شعر بني طويل and brown eyes وعيون عسلية. brown eyes يعني عيون عسلي كده يعني. My dad's name is Tamer. اسمه بابا تامر. He is an engineer. مهندس. He is tall and a little fat. يعني طويل وتخين شوية. شوية مش كتير يعني. He has got short brown hair and blue eyes. خلي بالك عنده يعني شعره قصير كده بني وعيونه زرقاء. وعيونه وعيونه زرقاء. يبقى عين مامتها بني عسلي وده عيونه زرقاء. ما شاء الله. My sister شيماء is 14. أختي شيماء دي عندها 14 سنة. She likes languages and she speaks English and Spanish. ما شاء الله. هي بتحب اللغات وتتحدث اللغة الإنجليزية والأسبانية. She loves listening to music. بتحب الاستماع إلى الموسيقى. She listens to music all the time. بتسمع الموسيقى معظم الوقت طول الوقت يعني. She has got long brown hair and green eyes. وكل واحد متشكلة دي العيلة دي ولا إيه؟ شعرها بني طويل. تمام زي مامتها دي كده يعتبر and green eyes. بس هنا green eyes ومامتها brown eyes ما علينا مش مشكلة. like me يبقى زي مين؟ زي خلي بالك زي يارا يعني ما يارا اللي بتكلم. like me خلي بالك عشان مين دي يبقى فيها سؤال. we have got a pet dog. عندنا كلب كده الأليف كده في البيت يعني اسمه راكس. it's black and white. لونه أبيض في أسود and very friendly. فريندلي خلي بالك اللي هو الكلب يعني. اي انسر ذا فولوينج كويستشنز. عندي هنا السؤال الاول بيكون في طبعا خمس اسئله 5 ماركس. هو لايكس ليسننج تو ميوزك. سهله جدا دي. هو لايكس تو ميوزك ممكن نقول ايه؟ يبقى شيماء. شيماء دي اللي هي عندها 14 سنه اللي احنا اتكلمنا عنها اهو اللي هي ليسننج تو ميوزك دي اللي هي اهي الجزئيه دي اللي هي ذا رايترز سيستر يعني اللي هي ايه اللي هي اخت الكاتبه يعني اللي هي ايه يارا يعني. What does the name Rex refer to? كلمة Rex. Rex ده ايه؟ ده الكلب. Rex ده the bad dog. الكلب ده او Rex ده the bad dog. بعد كده number 3. What is the father's job? ما وظيفة الوالد؟ الاب طبعا هنا ايه؟ خلي بالك يبقى ايه؟ is an ايه؟ as an engineer. خلي بالك هنا هو الجزئية دي هنا هو اهي. He is an engineer. خلي بالك الكلمات قطعة الفهم حبايبي ده سؤال مضمون جدا ده عليه 5 درجات ده طبعا بيكون عليه 4 درجات ونص في الامتحان الحكومة والمدارس التانية يعني. عندك choose the correct answer from A, B, C or D. Number 4. Space has got green eyes. خلي بالك مين اللي عينيهم لونها أخضر؟ نادية؟ نادية ما لناش علاقة بنادية ما فيش ولا نادية أصلا. عندك شيماء ولا يارا ولا بي ان سي ولا شيماء ويارا؟ خلي بالك شيماء ويارا ليه؟ هيبقى يعني نختار بي وسي لان هنا يارا لما كانت بتتكلم اهي ادي عندنا ايه فين جرين ايز دي ادي عندنا دي جرين ايز ادي سوري جرين ايز هنا براون ايز ماي ديت كذا يبقى دي هنا ماي جرين ايز جرين ايز لايك مي يبقى اللي بتكلم هنا يارا وهنا شيماء دي بتقول لايك مي لايك مي يعني زينا يعني يبقى هنا بي ان سي يبقى شيماء اند اي ار. نمبر 5 ذا اندرلايند برونون مي ريفيرز تو مين اللي كانت بتكلم ما هي اللي كانت بتكلم شيماء وانا
يبقى اللي كانت بتكلم دي مين؟ ايه؟ يارا. يبقى تشير الى ايه؟ يارا ابطال. بعد كده reorder السؤال الرابع، reorder the following groups of words to make correct sentences. عندي هنا اربع جمل يا ابطال. خلي بالك السؤال ده عليه درجتين يا مستر وجدي اخر السنه، عليه درجتين. عندي هنا a room sister I with share my. طبعا هتبدا ب I، ال I الفعل عايز فعل، يبقى مفيش غير الفعل هنا غير share، يبقى I share. خلي بالك يا بطل، I share a room with my sister. I الفاعل subject، وبعد كده الverb share، وبعد كده a room object، وبعد كده باقي ايه؟ باقي الكلام. لكن الجمل في الغالب كده الجمل الستيتمنتس بيبقى subject verb object، او subject verb تكمله، قد يكون preposition وباقي كلام زي دي يعني. بعد كده family you how your help do. طالما عندك how يبقى عندي الهيلبنج فيرب، يبقى هاو دو بكلمك انت، خلي بالك هاو دو يو بعدها مصدر، يبقى هاو دو يو هيلب يور فاميلي، هاو دو يور هاو دو يو هيلب يور فاميلي. ادي الدبليو اتش كويستشن او هاو، بعد كده الهيلبنج فيرب دو، وبعد كده السبجكت اللي هو الفاعل، وبعد كده ثم المصدر، وبعد كده باقي الكلام. بعد كده نمبر 3 ان وركس شوب اي ماي داد. طالما ماي يبقى هنا عايز الفعل بتاعها، يبقى ماي داد، ماي داد ده سبجكت عايز الفعل، يبقى هنا وركس، يبقى ماي داد وركس ان اي شوب. ماي داد السبجكت، وبعد كده وركس الفعل الفيرب، وبعد كده ان بريبوزيشن، وبعد كده تكمله باقي ايه؟ الكلام يا ابطال. بعد كده نمبر 4 ليف اي فيليج اي فيليج ماي بيرنتس ان وذ. مبدئيا تقول اي، طب الاي دي عايزه فيرب، طب انت مش هتلاقي غير اي ليف، يبقى انا عايز ايه؟ عايز تقول خلي بالك I live، انا بعيش with my parents in a village. خلي بالك ان الجملة دي ممكن نحلها حل اخر، ممكن تقول I live in a village with my parents، يعني الاثنين صح، I live with my parents in a village، I live in a village with my parents. بعد كده السؤال الاخير هنا write a paragraph of about five sentences on your house، عن بيتك يا بطل. خلي بالك برضو انا حللهولك، وخلي بالك انت تقدر تكتب جمل احسن مني. عندنا ودلعتك بقى وجمل وملين الاسود والاحمر والازرق والكلام ده. خلي بالك ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتقول لزمايلك ماي هاوس از سمول. حلو قوي، بيتي صغير، ونسيب اندنت كده، اندنت اندنت هنا اهو حته صغيره كده مش هكتب فيها. ماي هاوس از سمول، بيتي صغير. حلو، جمله جميله. خلي بالك تكتب فول ستوب، تعمل فول ستوب وبعدين تبدا جمله جديده، قد تكون جمله طويله او قصيره ما فيش مشكله. خلي بالك انا كاتب لك اكتر من خمس جمل. It has two bedrooms, a living room, a kitchen and a bathroom. عندي عايز اقول ان البيت ده بيت صغير وفيه اوضتين نوم، وبعد كده a living room حجره معيشه، a kitchen and a bathroom. يعني لما تكتب كذا حاجه بتقول حاجه وبعدين كوما وحاجه تانية كوما، قبل الاخيره تقول and. The walls are painted light blue. والحيطان عندنا لونها لبني، يعني light blue يعني خفيف كده، لكن لو dark blue يعني كحلي، يعني لون لا ابيض اي حاجه. خلي بالك انت ممكن تكتب جوه مختلف عننا. In the living room there is a comfortable sofa and a TV where we watch movies together. يعني في غرفه المعيشه في كنبه مريحه وتلفزيون وبنتفرج في على الافلام movies or films there. The kitchen is a place where my mother cooks or makes delicious food or meals every day. يعني عايز يقول لك المطبخ هو المكان اللي ماما بتطبخ او بتجهز لنا اكل لذيذ او وجبات لذيذه كل يوم. My favorite place in the house is my bedroom. يعني الـ المكان المفضل بتاعي في البيت هو ايه؟ my bedroom اللي هو اوضه النوم. I have a new bed. عندي سرير جديد. It's comfortable and big. ويعتبر ايه؟ مريح وجميل. مريح وكبير. بس اعتقد دي الامور مشيت مية مية يعني كده. خلي بالك انا ارجع واقول لك قبل نهاية الفيديو بقى ان ايه مواصفات الامتحان يا بطل. عندك الامتحان من 20 درجة. حلو الكلام؟ السؤال الاولاني listening عليه درجتين. اتدربنا عليه. السؤال الثاني complete the following dialogue اتدربنا عليه. ثلاث درجات. ماشي يا بطل؟ عندنا السؤال الثالث في خمس جمل. عليه خمسة تشوز، عليه خمس درجات يا بطل. عندنا بعد كده read the following then answer the questions قطعة، وعليه خمس درجات يا أبطال.
بس بعد كده عندنا كالسؤال الخامس ريوردر، اربع جمل ترتيب عليهم درجتين، كل درجه بنصف، كل جمله بنصف درجه بطل. وبعدين سؤال رايتنج، رايت ا شورت باراجراف اوف 5 سنتنسز اباوت يور ديلي روتين، واكتب لنا يا بطل في التعليقات ده عليه 3 درجات. انتهينا كده من الفيديو كاملا. ما تنسوش دعمكم القناه بلايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم يا ابطال كل ما هو جديد الخاص بامتحانات الازهر الشريف. Thank you.